ناس كتيرة فاكرة إن الفنانات حياتهم زبادي في الخلاط، من فسح لحفلات للبس براندات وعربيات وفلوس ملهاش آخر، وده اللي بيظهر لهم من الصور اللي بينزلوها على السوشيال ميديا، والنق والقر نازل يرف عليهم. لكن اللي ما يعرفش يقول عدس، خد المفاجأة إن كل ده مش حقيقي. صحيح بياخدوا فلوس كتير، بس اللي جاي على قد اللي رايح. حياة الفنانات صعبة ومش مريحة زي ما ناس كتيرة فاكرة، من اللوكيشن ده للمسرح ده وشغل بالساعات. طب أفاجئك تاني، دول ممكن ما يشوفوش بيتهم وأولادهم لوقت طويل بسبب ظروف التصوير، وده اللي حكيته أكتر من فنانة، إن طريقة حياتهم بتضغط على أعصابهم، وبيستنوا أجازة الصيف على نار علشان يقضوا أكبر وقت ممكن مع أهلهم ويريحوا أعصابهم من ضغط الشغل. في فنانات بيحبوا يقضوا أجازاتهم في الأماكن السياحية والبلاجات في مصر، وفي اللي بيحبوا يسافروا الأماكن جديدة وياخدوا صور في كل حتة بيروحوها ويشاركوها مع جمهورهم، وفي اللي بيحبوا الشوبينج. كل واحدة فيهم بتستمتع بالأجازة بطريقتها، زي نعمة الأفوكاتو، قصدي الفنانة مي عمر اللي بتحب تسافر مع جوزها المخرج محمد سامي لما بيخلصوا تصوير. ومن المعروف عن مي إنها دايماً شيك وبتهتم بنفسها قوي حتى لو في أجازة. ومن الأماكن اللي بيسافروا يأجزوا فيها باريس، لأنها بتحب الشوبينج والصرف زي عينيها، والساحل الشمالي مع جوزها وأصحابها، وكمان جزر المالديف بتحس فيها بالراحة النفسية. طبعاً ما لازم تريحي أعصابك يا مي، هو اللي انت عملتيه في المسلسل وفينا شوية. أما الفنانة سمية الخشاب فمقضيها سفر من باريس للندن لشرم الشيخ، وكمان دبي ولبنان ليهم مكانة خصوصي عندها. سمية بتشتري اكسسوارات وهدوم من كل مكان بتسافر فيه وتتصور في كل حتة، بس الأكتر شرم لأنها بتستجم هناك وشايفة إنها أحسن مكان في العالم لراحة الأعصاب صيف شتاء. أما اسكندرية عندها موضوع تاني، لأنها اسكندرانية أصلاً وبتحب بحرها ولازم كل فترة تزورها. أصيلة والله يا فنانة. نيجي بقى للفراشة نيلي كريم، واللي بتحب تأجز وتصيف في الساحل الشمالي على البحر، اللي بتعتبره علاج نفسي بعد تعب وإرهاق السنة كلها، وما بتصدق أول ما بتخلص هي وجوزها هشام عاشور كل شغلهم بيقفلوا الشنط وينطلقوا على أي مكان فيه بحر، زي المالديف اللي بتحب تقعد تتأمل في لون بحرها. نيلي برضو من عشاق الشوبينج من أمريكا، واللي ليها معزة خاصة عندها علشان قضت فيها شهر العسل. يا رايقة يا نيلي. نروح للفنانة ياسمين صبري، واللي تحسها كده عايشة في اللالا لاند طول الوقت، بتحب تسافر اليونان وإيطاليا وباريس لزوم الشوبينج وأي مكان فيه بحر علشان تركب يخوت وتستجم وتتأمل وتعمل يوجا. وماله يا ياسمين، حد يلاقي دلع وما يتدلعش؟ أما الفنانة غادة عبد الرازق بتحب تسافر مع بنتها وأحفادها، لا ممكن أبداً تروح مكان من غيرهم، لدرجة إنها علشان تستمتع معاهم ومحدش يضايقهم أجرت جزيرة كاملة من جزر المالديف لمدة يوم علشان يرحرحوا كده وينبسطوا. أيوة والله زي ما بقولك كده وبس. خلاص شاركونا وقولولنا أنتوا بتحبوا تصيفوا فين.